قال: وفي الرقاب جمع رقبة، والمراد بقوله في الرقاب الأرقاء، فيدخل في ذلك الرقيق يشترى فيعتق، ويدخل في ذلك الأسير المسلم يفك ويفتدى، ويدخل في ذلك المكاتب. إذن الرقاب يدخل فيه ثلاثة أشياء: أولا أن يشتري رقيقا بمال الزكاة فيعتقه، وثانيا أن يفك أسيرا مسلما، لو أسر الكفار أو الأعداء شخصا مسلما جاز أن نعطيهم فدية من الزكاة فكاكا لهذا الأسير، والثالث أن يعين مكاتبا على كتابته، يعني على دين كتابته. والكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، أن يشتري العبد نفسه من سيده، يقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك حتى أتحرر، فيعطى من الزكاة. ولهذا قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الأمر بالإيتاء هنا موجه إلى المكاتب، يعني موجه إلى الأسياد وموجه إلى غير الأسياد. أما غير الأسياد فمن الزكاة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني يعطون من الزكاة. وأما الأمر الموجه للسيد فذلك أن يحط عنه من دين الكتابة. فمثلا لو قال: كاتبتك على 10,000 ريال، يحط عنه، ينقص عنه، أو يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، لأنه هو ليس عنده شيء، فيعطيه مثلا 5,000 ويقول: اكتسب بها وسدد دينك. هذا داخل في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.